سلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. أهلا وسهلا بكم ببلوك جديد يا جماعة. اليوم هو يوم الثالث بعد رجعتنا من السفر. اليوم يا جماعة إحنا باليومين هذه والله ما شفنا الراحة وما شبعنا نوم، متبهدلين متمرمطين، الأيام كذا مخلوطة مع بعض، تحس كأن إحنا راجعين لنا الشهر وبنفس الوقت صارنا يومين، بس الأشغال مرة كذا متراكمة. أول شيء يا جماعة البيت معفوس عفس. إي والله البيت كله تراب، أنا طول اليوم قاعد أكحكح ماني قادر اتنفس. البيت يعني صراحه غبار طلع، ما ادري من وين غبار، ما ادري كل مكان. انا كنت افتكر اني نظفته كل شيء بس ما ادري. هذا اول او اخر مره تنظف البيت قبل ما نسافر؟ دقيقه خلينا، وبعدين بعد التراب والغبار وهذه الاشياء، يعني تخيلوا البيت وسخان وفوق كذا مليون الف شنطه في كل انحاء البيت، موزع شنط مرمي في كل مكان، الشنط في كل مكان يا جماعه، ولازم افرغ الشنط، ومشكله انه البيت فل يعني ما في مكان لهذه الاشياء اصلا. البيت شويه صغير وما في اماكن للتخزين يا جماعه، هذا اكثر شيء ورطنا. في روسيا لما سوينا البيت سويناه على اساس انه يكون في اماكن للتخزين، يعني دواليب كثير وكذا، فهذا الشيء ساعدنا نحط اشياءنا. اما هنا الحين انا قاعده اعاني، دولابي ما اقدر احرك فيه الملابس. الدواليب اميره هي لازم صغيره، اليوم لازم اسوي تصفيه للدولاب واصدق اشياء كثير. المهم بعد ما انا اعرف هذه الحركه هذه يا جماعه، انا حصف الدولاب اعرف انها بدايه تسوق جديد بعدين. لا والله الدولاب عبد الرحمن فاضي، ما عندنا ملابس مدري. وطبعا يا جماعه اكثر شيء بهدلنا وتعبنا الاخت هذه. لا هي ما بهدلتنا حرام يعني مرضها تعبنا والله. ايه مرضها تعبنا، شفتوا لما وريناكم في المطار لما مرضت وكذا، وصلنا روسيا كان تقريبا روبلكس ترى اول مرة اول مرة ومو كذا اول مرة تصحصح يعني من يوم ما جت. فايش يا جماعه، لما وصلنا دبي كانت الساعه 10 و11، فهي كانت تعبانه يومها، بس اعطيتها ادويه كل شيء ونامت والحمد لله كانت كويسه. وقامت ثاني يوم، ثاني يوم ما شاء الله قامت ترقص، شغلانها سوني واكلت تلعب كل شيء، وكل شيء كانت يعني شبه طبيعيه. رغم ان امي قالت لي روحي وديها الدكتور وكل شيء وهذا، بس قلت لها لا ما في داعي، انا شفت ايدي تمام كويسه. المهم يا جماعة إيه؟ لما نامت في الليل ثاني يوم، في الليل بدأت تستفرغ مرة ثانية. ألو يا جماعة، أمس صحينا الصباح وقلنا لازم نوديها المستشفى بأسرع وقت، وأسوأ شيء أنه كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة فما كانت عندنا خيارات كثيرة وما في عيادات فاتحة كثير، واللي فاتحين كمان تتصل عليهم يقولوا لك ما في دكتورة أطفال. من بالشدة لما رحنا حصلنا دكتورة أطفال كويسة وكل شيء، وصلنا المستشفى يا جماعة وإيلين كانت مرة تعبانة، قاسوا حرارتها شافوها مرتفعة، وحتى كان قدامنا ناس بس لما شافوا إيلين تعبانة الوحدة. دخلوها على طول وكشفت عليها الدكتورة وقالت انه سمم هذا فيروس او جرثومة المعدة، اللي هو الان مرة دارج منتشر في عند الاطفال، فهو سبب يكون يا عدوى اكلت شيء مو نظيف او ما غسلت يدها او انعدت من شخص مصاب لانه معدي. بالضبط. المهم بعد كذا قالت لنا الحين راح اروح اسوي لها مغذية، وسوت لها المغذي، سوت لها 4 مغذيات يا جماعة. اي والله 4، وقعدت فترة طويلة، يمكن قعدنا هناك 5 ساعات لما خلصت المغذيات، وقالت اذا خلصت يعني حشوف. وين 5 ساعات اميرة؟ احنا قاعدين من الساعة 11 او من 12 لما 8 تستهبلي، لها قعدنا 9 ساعات. انا فقدت العد خلاص هناك طبعا اميره تعبت من كثر القعود، قلت لها انسدحي جنب ايلين وارتاحي داموا مع بعض. ايلين كيف حالك دحين؟ احسن. هذا اكثر مغذي غثيث في الحياه، بطيء، شوف كيف ينكت، بس احسها تحسنت الحمد لله، حتى شفايفها كانت متقشره وكذا، احس الحين صارت احسن وصحصحت. المهم وصفوا له مضاد لمدة 7 أيام، تخيلوا يا جماعة مضاد لسبع يوم، يعني هذا أول مرة إيلين ما شربت مضاد لمدة 7 أيام. أقصاها كانت هي والأدوية يا الله، إيه أقصاها كانت 4 أيام تخيلوا، وهذا مرتين في اليوم بس. هي يا جماعة اليوم طبعا الحمد لله قامت لولي أول ما قامت من النوم جت تجري عندنا الغرفة، وهذا جت تجري وأنا قلت أوه إيلين رجعت بنتي لطبيعتها، جت وقعدت تقول ماما أنا عندي لك خبر حلو، أنا اللي ما صحيت وما استفرغت ولا شيء، مرة Thank you everyone. I'm feeling better now. I love you all guys. طيب يا جماعة الآن عندنا مفاجأة. هذا مفاجأة لي كمان. مفاجأة لأميرة كمان. Oh my god، هذا من أسعد أيام حياتي الحمد لله يا رب. الحين راح نروح مكان ما حنقول لكم إيش هو وين رايحين. حتى إلين ما هي عارفة. إلين كمان قلت لها في مفاجأة لكي مر جماعة ما عليكم حبوب اللي طلعت لي هذا من التوتر يا جماعة والله حبوب التوتر هذه. المهم الحين رايحين مكان. لا قبل ما نروح المكان حنروح مكان ثاني، نروح سوبر ماركت نقضي لانه البيت ما قضيناه له، وكمان بروح ايكيا اجيب دولاب لانه زي ما قلت لكم اشياء كثير وما لقيت له مكان، فرايحه نجيب دولاب. المهم وبعدين حتشوف المفاجاه.
طيب يا جماعة وصلنا إيكيا. طبعا أميرة تبغى تشتري إيش؟ على فكرة إيكيا في روسيا مقفل يا جماعة. إيه فجيت تبغى تعوض هنا صح؟ إيه بعوض. يلا let's go. ايش بكم تنحى قدام هذه القطعة؟ والله عجبتني عبد الرحمن، احسها تنفع للشاور. بلاستيك صح ما حتصدي. ايه ما حتصدي، وبعدين إيه؟ حجمها مناسب، يحط هنا الشامبوهات والكريمات. اوكي شامبوهات وكريمات، بس عارفه لو اخترت لون اسود احلى. اي والله يا ريت في اسود. يا جماعه سعره ب 35 يا بلاش. والله حلوه عمليه. والله حلوه والله. هلا بالحامل والمحمول. هلا والله. عبد الرحمن صار له يومين يشتكي من ظهره، بس هي مو كبيرة. يا جماعة مو يومين، لي أسبوع أشتكي من ظهري في شيء. هذا من الشنط من القطار. من القطار. إيه؟ أول مرة يا جماعة لمدة أسبوع كامل أسفل ظهري مأذيني مرة، ما ألم ألم صراحة مرة فظيع. الله إيش اسمه هذا؟ شيبنا شكله. الله يعطيك العافية. إيش يقولوا؟ سلامات سلامات. إيه؟ أنا بحط الدولة هذا. خفيف يا شغلة تستهبل. هذا يا جماعة حطه في الحمام كمان، إن شاء الله لما نرجع نركبه أوريكم قبل وبعد والحركات هذه كلها. يا سعدها ويا هناها حصلت لون أسود أخيراً. هذه يا جماعة بالحظ يا جماعة، ونحن خارجين حصلناها. مبسوطة؟ الحمد لله. شايف كيف؟ عشان أنا طيبة وأستاهل ولقيت اللي أبغاه. إيش تو؟ طيب يا جماعة وصلنا مكان اللي فيه المفاجأة اللي حنعملها لإيلين. أميرة أنت شوفوا مساعدة أميرة وحزروا فزروا إيش؟ والله ما نصدق إنه هذا اليوم أخيرا جاء. بسرعة كمان. ومر بسرعة ومتسهل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. دقيقة المفاجأة يا جماعة. لا لا يلا يلا دخلنا دخلنا. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Oh my God, alhamdulillah, Allah, I'm so glad that it's possible. والله الإيلين فزت رمت الجمال لأول مرة. يلا جماعة حطيناهم في السيارة، أول مرة يحسوا بالحر عبد الرحمن. من زمان عن الحر. طبعا السيارة فل لأنه رحلة بضعنا وكذا. لا كفت. لا لا كفت كفت ما شاء الله كويس. لولي والله الفرحة مو سايعتها، طول وقتي تبتسم مبسوطة لولي. المهم يا جماعة وصلنا البيت، معلش صوتي رايح فيها شكلها. يا ما عليكم الا الاغراض هذه كمان كلها اشتريناها من السوق. المهم يلا اميرة يلا اللحظة الحاسمة وصل البيت اخيرا يا جماعة وصل البيت. يلا افتحي لنا لولي اوبن ذا دور. هلا والله. يا الله انت حيها. هلا 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 والله بالشيخ. تعرف الحين ايش راح يسوي؟ راح يدور البيت كله يقعد يشمشم فيه يستكشف البيت. هلا يا جماعة. هلا والله. ايش السالفة؟ لولي دولي. زعلانة زعلانة. ماميتا بالباب مفتوح. ماميتا ماميتا يا اختي تعال تعال يا اختي ماميتا ماميتا هلا بالبيت هلا بالبيت. ماميتا وسخت نفسها. وصلنا في اليوم الثاني يا جماعة وصباح الخير. اليوم يا جماعة قمت حصلت أميرة مريضة. مراتي خلونا نروح نشوف ايش بها. صباح الخير المريضين. صباح النور. ايش بك؟ والله يا جماعة حسيت امس اني راح امرض، ما ادري حلقي اول شيء كذا المرض يبدا بالحلق بعدين يتطور. يا الله يعني هذه مريضة وهذه مريضة. مرة مرة مو وقته. إيلين انا حبيت شو ما تخفي. لولي انت كيف حالك دحين اليوم؟ صرتي احسن؟ لا امزح انا. ايوه انا احسن شويه. ايوه الحمد لله. بما انك تعبانه قررت انا اليوم يا جماعه اني لا اعتني بالبيت كله. اوه ماي جاد. واعتني بيك يا اميره. لا لا دقيقه لو سمحت لو سمحت
ايش على اخر مره مرت فيها وفتحت الخلاط وخليت الليمون كل المطبخ يلصق في الارض وفي السكر وكل مكان. صح انا صح خبصت شوفي انا صح خبصت المطبخ بس انا اللي نظفته بعدين يعني ايش المشكله بس برضه قاعد يلصق. اما ما عليك لا لا خلاص اقول لك كل دقه بتعليمه خلاص عصاير لو سمحت. طيب بدون عصير ليمون ايش تبين اسوي لك فطور؟ اي شيء اي شيء. لا لا علي سوي لها الفطور ساندويش مع نوتيلا. فطور بزارين ده. ما عليك انا حسوي لك فطور كده ايش اسمه يظبطك كده وعشان حلقك كمان اوكي. الله لا يحرمني منك. You try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. أميرة حتنبسطي ترى بالفطور. دلعتك مليون. تقول لي اهم شيء ما وسخت المطبخ. لا تخافي هنظفه كله. شوف الفطور يا جماعه ضبطت لها هنا الفواكه سويت لها الشوفان وحطيت لها بذور الشيا زي ما هي تحب والشاهي وفصلت عليه ليمون. خلونا نوت لها اياه. انت فين يا حبيبتي؟ اكسكيوز مي ذس از كومن. يا ساتر يا ساتر. او ماي جاد اوف. ايش رايك بس؟ والله ما عرفتك الا حركات والدلع هذا. شايفه كيف؟ فطور ملكي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك بالعافيه. هذا الشاي فصلت لك على الليمون. باقي بس الورده هنا كمان. شايفه ما في ولا كان انا ورده عشان كذا جيتك انا مع الفطور. هذا ايش هذا عبد الرحمن الشيه لازم ينطبخ مع الشوفان. قول والله. والله اللي حطيته كذا بالنهايه. قلت ميرا تحب بذور الشيا فقلت خليني اسوي لها رشه كذا من فوق لكنها انها عمليه احترافيه. عادي عادي ميرا ينكل حتى بدون طبق. يلا بشي بشي حالك. امامك كيف صحن الفواكه؟ والله ما شاء الله والله يجنن. يفتح النفس. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا قدامك العافيه. الله يعافيك. والسلام عليك. اروح انا دحين اكمل اشغال البيت اللي ما تخلص. حمرت كل يوم. ايش؟ ايش قلتي؟ قالت حتمرض كل يوم. وشوفوا الاشياء اللي اشترتها اميره. انا طبعا امس ركبتها حوريكم اياها. ترى هذا تبغى للشاور وهذا تبغى في ركن الحمام. حوديهم انا وحظبطهم وحوريكم كيف. يا جماعه والله حسيت اني انا اميره الاولى. روتيني اليومي لش اسمه لتظبيط الحمام. طيب يا جماعه شوفوا الوضع كيف في الحمام قبل وحوريكم بعد ما نحط هذا كيف يصير. وهذا هو الوضع بعد الترتيب يا جماعة. لخبطت الأشياء وحطيتها كده رميتها كلها جوا. ماني عارف حق ايش. أميرة بعدين لما تيجي وتطيب إن شاء الله ترتبها بنفسها وتضبط الأمور. بس صراحة فرق كبير عن أول. وطبعا هذه هي القطعة التالية اللي ركبتها حطيتها هنا. أنا عارف إنه أميرة تبغاها في هذا المكان بس ايش حتحط فيها ما أدري. طبعا يا جماعة عائلين عشان نعطيها الدواء نخلطه بعصير دائما فعشان ما تقدر عشان ما تستطعم الدواء. لا لو قلنا لها بس حتى دواء حتى لو كان حلو ما حتاخذه فدائما نخلطه مع عصير. دحين اعطيها اياه واقول لها خذي اشرب العصير. الين وينك؟ دوقي دوقي العصير. ايش عصير؟ تفاح. ها عصير تفاح. ايوه بس تفاح مره حلو. حلو صح. يلا بالعافيه. ايوه طبعا الحمد لله يا جماعة في هذا البيت ما راح اكنس وامسح في حياتي. تعرفين ليش؟ لانه في واحدة تكنس وتمسح. اوكي ايكو. I'm here. Clean the house please my darling. طبعا يا جماعه سويت لها فيتامين سي عشان ايش؟ صحصحها شويتين. شكرا على فيتامين سي.
العفو. الحين راح نشرب ونروق وإن شاء الله يا رب بكرة أكون أحسن. ادعوا يا جماعة والله يحمينا من الأمراض ويحمي عيالنا. آمين يا رب. ابني جماعة صار الوقت ليل وأميرة تقول لي عبد الرحمن الله يخليك سوي لي شربة. شربة مين والناس رايمين؟ أنا حدي بالكثير بيض عيون والله رز ما أعرف أسوي، لكن عشان أميرة قررت اليوم أجرب وأحاول إني أعملها الشربة اللي هي تحبها عشان صحتها وعشان يعني يدفيها، فحدخل المطبخ دحين وحسوي لها شربة والله يستر، يا حتزبط يا ما حتزبط. طيب يا جماعة طلبت منها إنها ترسل لي طريقة عمل الشربة، أرسلت لي واتساب. أسمع أول شيء تقطع البصل تحطه في القدر تحمره شوية، بعدين أول شيء ما والله حسيت إني قاعد أتنمر عليها. يلا قدامك العافية أميرة، ألف سلامة، الحين أضبط لك أعلى شربة. طبعا هناك هي قاعدة أكيد تسمعني بس ما تقدر تتكلم. الله يعطيك العافية والله. الله يعافيك. إيش سويت؟ إيش طبخت؟ سويت ليلين دجاج. الله أوف والله أحسن حقي شكله. حسيت إنه يشبه الحلومي. إيه صح ما شاء الله، أول مرة في حياتي. أول مرة في حياتي يا جماعة. أول مرة في حياتي قلقل دجاج يا جماعة، والله مو طبيعي. وين الشرب؟ الله. تأكد من الأمور مضبوطة ولا لا؟ هذه تتقلب ولا بس كده تنحط؟ أتوقع إنها جاهزة ترى. والله. بس ليه مويه قليل كده ترى كأنه إدام. عايش تراني أنا. زود مويه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. إن شاء الله بس يكون الطعم تمام ونظيف. نظيف والله. يلا أنا بدوق. الله يعطيك العافية. تفضلي. أنت بتحرق نفسك. خلينا حتى. اوه ماي جاد ايش الشربة هذه كأنها إدام. ايش رايك؟ ايش وشو؟ وين الموية؟ وين المرق؟ فئة موجود هذا المرق والله. والله شكله مشهي يا عبد الرحمن. المهم ابغاك تدوقي وتقولي لي رايك في اول شربة اطبخها في حياتي. في حياتي بس في تطور يا عبد الرحمن يا جماعة في حياتي. اكلك مرة حلو اللي انت سويت لها دجاج. عجبك الدجاج؟ احلى دجاج في العالم. ولد ولد ولد. طبعا أميرة بدلت الصحن عشان يبرد بسرعة. ايش رايك في الطعم؟ كم تقييمك من 10؟ والله تجنن. والله؟ والله. كم تقييمك؟ انا احب لما احد يطبخ لي اكل، قلت لما احد يطبخ لي كله طعم ثاني. كم تقييمك من 10 بسرعة؟ 9. اوف والله. طب شربتي ولا شربتك؟ شربتي انا. طيب يا جماعة خلاص صرنا في اخر الليل وأميرة ولين نايمين. يا جماعة اكتبوا لي تحت في التعليقات ايش رايكم فيني، يعني ينفع اكون زوج صالح يعني ولا لا؟ كده نكون وصلنا لنهاية الفلوق، إن شاء الله تكونوا انبسطوا معانا ونشوفكم على خير في فلوق تاني.